عشق كرة القدم دفع فتى ألماني لترك مقاعد الدراسة مبكرا وانصرف لمجريات مباريات كأس العالم من خلال استغلال التكنولوجيا في تصميم الألعاب الكروية واستخدامها كألعاب في المونديال. التفاصيل مع محمد علوي. أهداف كأس العالم بكل الإثارة والمتعة، لكن بأحجار الليجو وبحجم يساوي 1/40 من الحجم الحقيقي، عمل تطلب كثيرا من الأناة والصبر قبل أن يحقق نجاحا مفاجئا على الإنترنت. الفكرة بدأت مع المراهق الألماني فابيان موريتس الذي ترك مدرسته وامتحاناته ليتفرغ لمحاكاة أهداف كأس العالم بأحجار الليجو، ثم قام وعلى طريقة الرسوم المتحركة بتصوير الليجو بكاميراته لقطة بلقطة، ثم عرضها بطريقة متوالية كي يحصل على مشاهد متحركة. يمكن أن تروا أنني مهووسا بعض الشيء بكرة القدم، وتروا الترتيب الذي أقوم به. أفراد عائلتي يدعمونني بقدر ما يستطيعون معنويا، ولا يسألني أحدهم ما الذي أفعله. كل هدف متحرك بالليجو من مباريات كأس العالم يحتاج إلى 80 صورة فوتوغرافية، ونجاح الفكرة على الإنترنت كان هائلا إلى درجة أن بعض اللقطات وصل عدد مشاهديها إلى 1 مليون شخص. أنا شاب مبدع وهذا يمكنني من دمج إبداعي مع جنوني بكرة القدم. إحدى الصحف الإنجليزية كلفت فابيان بتجسيد كل مباريات المنتخب الإنجليزي بالليجو، وهو الآن واقع بين مطرقة تشجيعه لألمانيا وسندان رغبته بعدم خروج المنتخب الإنجليزي من البطولة. وإلى هذا الخبر الطريف على هامش المونديال. لم تعد كرة القدم حكرا على الشباب فقط، ومن وحي المناسبة العالمية تمارس النساء طاعنات هذه اللعبة في جنوب إفريقيا وسط أجواء من السعادة والمرح رغم متاعبها الكثيرة. المزيد في التقرير التالي. لكرة القدم سحرها وجنونها الخاص، ويتجلى ذلك مع مونديال جنوب إفريقيا ليمتد هذه المرة ويطال في طريقه النساء الطاعنات في السن. إليسا شيبوري مهاجمة في 55، أنا هوميو حارسة مرمى في 68، غريس شيبانجو مهاجمة وقائدة الفريق في 72. هؤلاء الجدات المخضرمات من مختلف بلدات جنوب أفريقيا يلبسن ثياب التمرين وينتعلن أحذية كرة القدم مرتين أسبوعيا ويخرجن للتدريب. أحب لعب كرة القدم لأنها تساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية وحالتي الجسدية، لطالما كانت ركبتي تؤلمني ومنعتني من النوم، الآن إنها أفضل بكثير. منذ حوالي 3 سنوات تلعب حوالي 30 امرأة في ملعب بلدتهن التي تبعد 80 كيلومترا عن بلكواني. وفي البداية كان الرجال والشبان يضايقون المجموعة، لكن النساء كسبن الآن مستوى معين من الاحترام. نمارس اللعبة ذاتها نحن وأحفادنا، نستطيع أن ننضم إليهم. لم نجرؤ على ذلك أبدا، لكن عندما رأون أننا نستطيع اللعب شجعونا ودفعونا، ويفهمون أن الحفاظ على لياقتنا البدنية جيد بالنسبة إلينا. وبالإضافة للمنافع الصحية فهي فرصة للجدات للراحة والاسترخاء. على أرض الملعب نستطيع نسيان المشاكل اليومية كالفقر. عندما نكون مجتمعات نكون في عالم آخر بعيدا عن همومنا. هؤلاء النساء فريق حقيقي من البطلات في طور النشوء، رغم خسارة الفريق أحيانا أمام منافسات أكثر شبابا وسرعة، لكن بعيدا عن أي اعتبار تبقى المشاركة هي المعيار. خسرنا لأننا متقدمات في السن. لم يكن من السهل حتى إقناعهن بلبس سراويل قصيرة، أما اليوم يستطعن اللعب بالسراويل القصيرة. مباريات الجدات لا تخلو أحيانا من الخشونة والإصابة، لكن رغم المخاطرة فإنهن مستعدات لبذل كامل جهودهن بالطبع بمرافقة الفوفوزيلا. وللناس فيما يعشقون فوائد. وفي نهاية النشر إليكم التذكير بأبرز عناوينها. اتحاد رياضة السيارات يقطع المرحلة الثالثة، وفادي أبو سباع يتوج بطلا لها ويحتل قصب السبق. لعبة الملوك يتنافس عليها البراعم من كلا الجنسين، واتحاد الشطرنج يختتم بطولة فلسطين للفئات العمرية. مواجهة نارية في ربع نهائي المونديال، والتانجو في مواجهة الماكينات الألمانية. والآن عودة إليك محمود لاستكمال فقرات برنامج نبض الملاعب.